صباح الخير من جديد. رجعنا لحتى نكفي هالنهار الايطالي بامتياز. كنا عملنا الباستا بالصلصه الحمراء مع بولات اللحمه المحشيه موتزاريلا. خلصت اللحمه، رجعت انا شلتها حطيتها بمقله الصوص اللي حضرناها مع الشامبينيون والاعشاب والحار، غليو بالوقت اللي كانت عم تنسلق الباستا. اوكي، هلا عندي البلات الثاني يلي هو فيتوتشيني مع الدجاج والإدامامي. رح بلش اول شيء بالدجاج. الدجاج هن سفاين سفينه، يعني صدر الدجاج. رح بس يحمى شوي الزيت. في طريقتين لحتى تعملوا الدجاج. هيدي اللي عم بعملها هي اسرع طريقه، برفع الدجاج او بقصهم، يا بتقصون هيك ستريبس يا بترفعون، ما بياخذوا وقت كثير، او بتتركوا الصدر مثل ما هو، بتحطوا شويه زيت وبتقلبوه، بتنشفوه على نار عاليه لحتى ما ينزل كثير مي، وبترجعوا بتحطوا هول اللي انا حضرتهم هون لفرجيكم اياهم. بصله فينا نقصها بقشرتها، كبش قرنفل، ورق غار، وعود عودين قرفه، بنحطهم مع الدجاج بعد ما نحمرهم، بنزيد مي، بنتركهم يغلوا هيك، بيكون صار عندنا مرقه الدجاج وبنكون سويناهم. يعني اول شيء بنحمرهم على نار عاليه بيكون اخذوا لون، بنرجع بنسلقهم وبنستعملهم. اذا بدنا فينا نقصهم، اذا ما بنحب نشتغل بالدجاج الني فينا نقصهم بعد ما نسويهم، او فيكم مثل ما انا عملتهم هلا بنقصهم على الني بنصغرهم. ومنقلبهم على النار بمقلة. راح استعمل هول بس. راح احط لهم بهار ابيض. ماشي. حنقلهم على نار واطية. حطينا لكن بهار ابيض، بهار اسود، ملح اكيد، اوكي، وفينا نحط كمان هني وعم يتقلبوا. حطيتهم على يعني محل غاز صغير، بس رح قوي النار مثل ما قلت لكم لانه مشان ما ينزلوا، يعني لاول شيء ينشفوا من برا وبعدين بنوطي النار نتركهم يستووا. فينا بهيدي الطريقه اللي عم نعملها هلا فينا نزيد شويه مي ونغطي بعد ما يحمروا لحتى ناكد انه استوى. رح احط كمان ورقه غار وشويه كبش لانفو، كبش القرنفل. حاتركن هيدا البلا. رح نحط له كوسة قطعتن انا هيك سيركلز، ورح نحط لهم فطر طبيعي طازة يعني كمان قطعتن، ورح نستعمل الفيتوتشيني باستا يلي بتجي هيك عريضة، في الفيتوتشيني وفي التالياتيل. التالياتيل بتجي مثلها بس اعرض. اوكي، رح نحط كمان ادامامي. هيدا اذا بدكم شوي الشيء الديفيران اللي عم نزيده على هيدا البلا هو الادامامي. ادامامي بنسلقه بمي، بنغلي المي، بنحط له ملح وبنسلقهم لحتى يصيروا يستووا، بس ما كثير تفتح الحبه انه تهتري. اوكي، بنقشرهم. رح ناخذ الحبوب هنا ومثل النوبي يعني. اوكي، لكن بنخلي عنا شوي على الدجاج. اوكي، بعد بدون لا يحمر له. اوكي، بهيدا الوقت فينا نحن نشتغل بمقلي تاني، نشتغل الخضره. الخضرة رح استعملها شوية زيت
وشوية زبدة. وإذا ما بتحبوا تستعملوا الزبدة أكيد فيكم بس تستعملوا الزيت، تزيدوا شوي كمية الزيت. هيدا البلا عن جد سهل، يعني عنا ستيب انه نسوي الدجاج، وقلت لكم في طريقتين فينا اذا بدنا نستعمل المرأة بنعمل بنسلق الدجاج سلق مع كمية مي اكتر، فينا هالطريقة. ان باراليل بنكون عم نعمل الخضرة يلي هن شامبينيون كوسا والإدامامي يلي بنكون كمان سلقناه. الباستا انا اوريدي سلقتها كمان فيها تمشي ان باراليل، نحن عم نحضر الدجاج وعم نحضر الخضرة بنسلق الباستا بيخلصوا مع بعضهم. رح احط الشامبينيون كتبت انا شامبينيون لانه بيلبق للدجاجات، وفينا نحط الكوسه دغري بنفس الوقت. الإدامامي لانه سلقناها رح نتركها للاخير، يعني قبل ما نحط الصوص بلاش الكريم فريش بنحط الإدامامي. يلي رح اعمله هو بدي سن توم، سن واحد، بطحنه ببرشه الاهين لكم، هلا الخضره رح تخف شوي، يعني هيك بتصغر بالحجم لانه بتكب ميتها. اجيب هجرب حركها شوي صغيرة بس لغلفها بالزبدة والزيت، واتركها شوي لحتى تستوي. عم نستعمل بهيدي الباستا نوع جبنة واحد، الكريم فريش انا جايبتها فول فات، فينا نستبدلها بكريم فريش اقل دسم. عم نستعمل جبنة البارميزان يلي رح نخلطها مع نحطها مع الخضرة بس وقت نزيد الكريم فريش، بكون يعني بالمراحل الأخيرة. اوكي حاتركن هولي وشيك على الدجاج. بعد شوي هلا نحن عم نقلبهم عم نحمرهم، انا مقوي النار عم بحمرهم، بعدين بوطي النار بزيد شوية مي وبتركهم بتركهم يغلوا. عم بطرت شو زيت يا فوالا. اوكي البلات التالت والاخيره اللي رح نعمله هو بلات ماكاروني اند تشيز يلي معروف اكثر شيء بامريكا، بسموه هيك ون اوف ذا كومفورت فود ماك اند تشيز. نحن رح نعمله هيدا البلا للاولاد، رح نزيد عليه خضره جزر وكوسه بس رح نبرشهم، وفينا نحط شامبينيون وفينا نستغني عن الشامبينيون وبروكولي انا اوريدي سلقتهم هن صغار، تركت الزهرة صغيرة. بعد إذا بنعرف إنه الأولاد ما بياكلوا بروكولي فينا نستعمل تريك تاني إنه بنفرم الراس لحتى ناخذ بس البارتي الفوقانية بلا ما ناخذ العرق السميك. بدي فرجيكم بس الباستا، أول باستا خلصت معي الصوص روج. إذا بدكم ونسكبها، أنا كنت بلشت هون اسكبها، رح اترك الباستا لوحدها والصوص روج اسكبها فوقها، ما رح اخلطهم مع بعض. فينا أكيد بالطنجرة، يعني إذا عم نستعمل طنجرة لحتى نحضر الصوص روج، فينا نكبرها للطنجرة
ونرجع نخلط الباستا مع الصوص روج ونتركهم شوي يغلو. اوكي هلا لانه انا ما لحقت احط زيت للباستا، شفتوا كيف شوي علقت، رح احط زيت لحتى هيك شوي اعطيها حياه. حط لها شوي زيت زيتون وبرجع بخلطها شوي. فوالا الصوص. انا عادة بحب كتير الصوص بالباستا، والباستا وقت نغليها مع الصوص بدنا نعمل حساب انه نزيد كمية الصوص لانه الباستا بتشرب الليكيد. بس انا هون لانه ما خلطتهم مع بعضهم وما بدي كتير صوص، فما كترت. بذكر انه هيدا البلا اللي احنا حطينا له حشيناه موتزاريلا، حطينا فريش موتزاريلا بقلب اللحمه. رح نحط البارميزان على الوجه. تخبركم خبريه بس على الفيتوتشيني. بالمطعم بتشوفوا كتير بالمنيات فيتوتشيني الفريدو. قصتها لالفريدو هو ايطالي، يعني لها قصه من وراها. ايطالي كانت عنده مطعم وهو شيف، مرته حبله، فما كان عم بي ما كانت فاتحه نفسها على الاكل، ما كانت عم تاكل منيح، فقرر انه يعمل لها شيء هيك لحتى ترجع تشتهي الاكل. فعمل عندهم بايطاليا صوص باستا كنية عن الفيتوتشيني مع توم، بس مع زبدة، سوري مع زبدة. فزاد له هو يعني هالقد طبق تراديشنال بسيط، زاد له هو بارميزان. هيك صارت بارميزان وكريم، كريم فريش. نحن بنحط لها كريم فريش. هي هي الالفريدو، صوص بلانش بارميزان وسن توم وذاتس ات. فا ثانك يو الفريدو على هيدا الاختراع البسيط. نحن بنروح على بريك وبنرجع بنكفي كل البلايت.